نبدأ بحضور المعارضة السورية المدوي في قمة الدوحة. أستأذنكم في دعوة السيدين معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وغسان هيتو رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق لهما لشغل مقعد الجمهورية العربية السورية في هذه القمة. ورفع علم الاستقلال مكان العلم السوري في القمة العربية، والكرسي السوري في جامعة الدول العربية الذي بقي شاغرا لأشهر ملأته المعارضة السورية خلال القمة العربية في الدوحة، التي رشح عنها قرار يؤكد حق كل دولة عربية بتسليح المعارضة السورية. كما أكدت القمة منح المعارضة مقاعد دمشق في الجامعة العربية وجميع منظماتها. أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أكد في كلمته الافتتاحية أن ممثلي المعارضة يستحقون هذا التمثيل لما يقومون به من دور تاريخي في قيادة الثورة والاستعداد لبناء سوريا الجديدة. لقد اتخذ تطور الأوضاع الخطيرة والمأساوية في سوريا الشقيقة على مدار العامين الماضيين منحى كارثي تولدت عنه مآسي وجرائم يندى لها الجبين، ومنذ فترة أصبح الصمت عنها وعن معاناة الشعب السوري داخل سوريا وفي مخيمات اللجوء بحد ذاته جريمة. أمير قطر اعتبر أن التاريخ سوف يشهد لمن وقف مع الشعب السوري في محنته مثل ما سيشهد لمن خذله. من جهته لم يكتفي رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب بمقعد سوريا في الجامعة العربية، بل طالب بمقعد سوريا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أيضا، مؤكدا أن الشعب السوري سيقرر من سيحكمه. سلام الله عليكم من شعب يذبح تحت أنظار العالم لمدة سنتين ويقصف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية، وما زالت بعض الحكومات تحك رأسها لتفكر ماذا تفعل. كما تطرق إلى طبيعة تعاطي النظام مع الأقليات. إذا أردتم أن تعرفوا تعامل النظام مع الأقليات فانظروا إلى إخوتنا الأحبة في لبنان. عندما اقتحمهم النظام السوري ماذا فعل معهم في كل الطوائف؟ ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ كل هؤلاء من أهل البلد، فليخرجوا جميعا من بلادنا. وطالب الخطيب بإرسال الدعم بصوره وأشكاله كافة إلى الشعب السوري المحروم، بما في ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس وتجميد أموال النظام التي نهبها من الشعب وتجنيدها لإعادة الأعمار. لبنان حضر القمة برئاسة الرئيس سليمان، الذي أكد التزام لبنان النائب نفس عن القرار الخاص بسوريا. شكلت مشاركة رئيس لبنان في القمة العربية حدثا لافتا، لا سيما أن المعارضة هي التي شغلت مقعد سوريا في الجامعة العربية. المشاركة اللبنانية أسقطت كل ما تسرب عن ضغوط تعرض لها رئيس الجمهورية كي ينسحب عند إلقاء معاذ الخطيب كلمته. أوساط الرئيس سليمان أكدت للMTV أن الوفد اللبناني اتخذ موقف النائب النفس من مشاركة الخطيب في اجتماعات القمة ولم يبدي رأيا بالأمر، حتى أن الوفد اللبناني ناء بنفسه عن التصفيق للخطيب عندما دخل القاعة، على عكس ما فعلت وفود أخرى مشاركة. رئيس الجمهورية وفي إشارة غير مباشرة إلى أهمية أن تتخذ القرارات في الاجتماعات بالإجماع، دعا إلى العودة إلى التعامل داخل الجامعة العربية وفقا لميثاق الجامعة، وكرر الدعوة إلى بلورة حل سياسي للأزمة السورية، ورد على كلام الخطيب عن لبنان ومشاركة حزب الله في المعارك في سوريا، فقال: توافق أفرقاء هيئة الحوار الوطني اللبناني فيما عرف بإعلان بعبدة على تجنيب لبنان التداعيات السلبية الممكنة للأزمة السورية وتحييده عن الصراعات الإقليمية والدولية وعن سياسة المحاور. من هذا المنطلق ننأى بأنفسنا من القرار الخاص بسوريا، إلا أنه بات واضحاً أن هذا الإعلان أصبح بحاجة لتحصين داخلي وإقليمي وعربي في ضوء عدم التزام بعض الأطراف المتعارضة بمضمونه وبما دعا إليه من تحييد وعدم استعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا. ولكن هذا يتطلب أيضا من الجهات السورية المتعارضة أن تمتنع بدورها
عن استعمال لبنان وأراضيه للأعمال العسكرية. وكما طالب الدول المعنية بالالتزام بإعلان بعبدة، طالب كذلك الأطراف في لبنان بالأمر نفسه. وجدد رئيس الجمهورية حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدول العربية ورفض أي تدخل في شؤونها. وفي كلمته أيضا قدم اقتراحا عن ملف النازحين السوريين، فدعا إلى تشكيل لجنة في كل بلد من دول الجوار للاهتمام بهذا الملف.